الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد وأن يوفقنا للصواب وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ولا يزال الحديث في موضوع إعجاز القرآن الكريم، وتكلمنا في الدرس السابق عن المقدمات المتعلقة بهذا الموضوع، وهي في تعريف الإعجاز في اللغة والاصطلاح، ثم في إثبات إعجاز القرآن ومراحل تحدي العرب بالقرآن الكريم. نتكلم في هذا اللقاء عن موضوع مهم يذكره العلماء فيما يتعلق بإعجاز القرآن، وهو وجوه إعجاز القرآن الكريم. معنى وجوه إعجاز القرآن يعني ما هو الشيء الذي ثبت به إعجاز القرآن، ما هو الشيء في القرآن الذي ثبت به هذا الإعجاز بحيث عجز العرب الجن والإنس عن الإتيان بمثله. هل هو لغته أو المعاني التي اشتمل عليها أو ما تضمنه من الإخبارات بالأمور الغيبية، سواء كانت الماضية أو المستقبلية، أم ماذا؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا اللقاء، أقوال العلماء في وجوه إعجاز القرآن الكريم. ننبه هنا أولا إلى أن الشيخ مناع القطان وفقه الله قد تعرض لهذه المسألة في نفس هذا الموضوع، وجوه إعجاز القرآن الكريم، فذكر الأقوال. لكنني هنا سأتناول هذا الموضوع من كتاب آخر لسبب منهجي علمي، وأيضا لسبب يتعلق بالمعلومات التي في هذا الموضوع. فما ذكره المؤلف بإمكانكم الرجوع إليه وقراءته في الكتاب، وهو واضح وسيتبين لكم إن شاء الله أكثر بعدما ننتهي من قراءة ما بين يدي في هذا الموضوع. السبب المنهجي الذي أريد التنبيه عليه هنا أيها الإخوة الكرام، هو هناك مسائل كثيرة من مسائل العلم يمكن أن نجد لها تحريرا وتأصيلا وتفصيلا في كتب أخرى قد تكون بعيدة عن الكتب التي يتبادر إلى الذهن وجود هذا الموضوع فيها. فمثلا نحن في علوم القرآن، وعلوم القرآن عندما تشكل علينا مسألة في علوم القرآن فإننا نرجع إلى كتب القرآن، وهذا هو الأصل. لكن يغيب عنا أحيانا الرجوع إلى كتب أخرى تتعلق بالمسألة نفسها، أو يتوقع أن توجد هذه المسألة فيها، مثل كتب مثلا العقائد. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالعقائد، فمثلا عندما يكون الحديث عن القرآن فإن من أصول العقيدة الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو فرع عن الإيمان بالكتب، فسنجد هناك ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا كتب أصول الفقه، كتب اللغة، فكتب شروح الأحاديث، كتب التفسير. فعلينا أن نحاول أن لا نستعجل في بحث المسألة وتحريرها قبل الرجوع إلى الكتب الأخرى. وهذه مسألة مهمة، لأن الذي يقصر النظر على كتب في فن من الفنون يغيب عنه أشياء كثيرة، بل قد تسبب عنده نقص وإشكالات في العلم الذي يدرسه، لأنه يحتاج إلى الحديث، فلا بد أن يكون عنده إلمام بكتب الحديث والسنة حتى يعرف الصحيح من الضعيف، ولا بد أن يرجع إلى كتب العقائد حتى يسلم من الأخطاء التي تقع أحيانا في كتب علوم القرآن، وسببها أن الذين ألفوها كانوا على يعني اعتقاد معين أو على مذهب معين قد يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. سأقرأ عليكم أو سأختصر لكم في هذا اللقاء ما يتعلق بأقوال العلماء في وجوه إعجاز القرآن الكريم من كتاب جيد في العقيدة، وهو شرح للعقيدة الطحاوية. وكلنا يعرف العقيدة الطحاوية، وهي من أشهر كتب العقائد، وهو متن مختصر وشرح شروح كثيرة، وهو أيضا كتاب مقرر في كثير من كليات الشريعة. شرحه هو شرح الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، وقد تكلم عن مسألة إعجاز القرآن بكلام جيد محرر، سأذكر لكم في هذه الدقائق خلاصة أرجو أن تكون نافعة في هذا الموضوع. ذكر المسألة الثانية المتعلقة بإعجاز القرآن عندما كان يتحدث عن شرح كلام الطحاوي في القرآن الكريم، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، هذا كلام الطحاوي، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. تكلم المؤلف في شرح هذا الكلام للطحاوي عن مسألة، وقال وهي أقوال الناس في إعجاز القرآن الكريم، وذكر
المؤلف ما يتعلق بمسألة إعجاز القرآن الكريم، وتناول المسألة التي ما هو الشيء المعجز في القرآن، ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم. فقال في ذلك أقوال. القول الأول طبعا سأختصر لكم، ومن أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى هذا الشرح، وهو شرح مطبوع وأنصح به طالب العلم، وهذا الكتاب من أفضل الشروح للعقيدة الطحاوية. القول الأول ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم، وهو أن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته، يعني إعجاز القرآن هو أن الله صرف البشر عن معارضته، وإلا مفهوم هذا القول فالعرب قادرون على معارضته في الأصل، ولكنهم صرفوا عن معارضته، فهذا الصرف بقدرة الله عز وجل، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفهم جميعا عن معارضته، وهذا الصرف لا بد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعا، وهي قوة الله. فالقول بالصرفة، هذا يسمى القول بالصرفة، يعنون به أن الله صرف البشر عن معارضة هذا القرآن، وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة. طبعا هذا القول ينسب إلى بعض المعتزلة وغيرهم، ينسب للنظام وجماعة، هو قول باطل مردود، وقد نبه المؤلف الشيخ منا القطان على ذلك، بإمكانكم الرجوع إلى ما أورده. سأذكر خلاصة لبطلان هذا القول ذكرها الشيخ صالح الشيخ، فقال يرده أشياء نقتصر منها على دليلين، دليل سمعي ونقلي من القرآن ودليل عقلي. فأما الدليل السمعي فهو قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله سبحانه وتعالى أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معينا وظهيرا في الإتيان بمثل هذا، أنهم لا يأتون بمثله ولا يأتوا بمثله، فأثبت قدرتهم. وذلك عندما قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه المظاهرة والمعاونة تفيد وجود القدرة. إذن الله سبحانه وتعالى لم يسلب القدرة، وإنما أثبتها وأكدها بقوله: لو تعاونوا واجتمعت قدرتهم، أي الإنس والجن، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. الدليل الثاني الدليل العقلي، وهو أن الأمة اجتمعت على أن الإعجاز وصف للقرآن، أمر من القرآن يتعلق بالقرآن، ينسب ويضاف إلى القرآن، فلا يضاف إلى الله عز وجل، فلا يقال إعجاز الله بالقرآن، وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف إعجاز القرآن. فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معجز في نفسه، وليس الإعجاز من الله بصفة القدرة، لأن القائلين بالصرفة الشيء المعجز هو قدرة الله التي صرفتهم لا القرآن نفسه، ونحن نتكلم عن إعجاز ينسب إلى القرآن ويتعلق بالقرآن. فلو قلنا الإعجاز هو إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن، وهذا أمر يخالف ما أجمعت الأمة عليه من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف للقرآن، فنعلم بذلك بطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله عز وجل، لأن من قال يعني فيما يتعلق بإعجاز القرآن، لأن من قال بالصرفة أي أن الله سلبهم القدرة، هذا راجع إلى الإعجاز، يعني تعجيزهم راجع إلى صفة القدرة، وهي صفة الربوبية لله سبحانه وتعالى. فإذا لا يكون القرآن معجزا في نفسه، وإنما تكون المعجزة في قدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولا شك أن هذا دليل قوي يبطل قول هؤلاء الذين قالوا بالصرفة، وهذا ما يتعلق بالصرفة وهو قول باطل على كل حال، وقد درسه العلماء وتكلم عنه الباحثون وكفوا وبينوا أن هذا القول لا قيمة له في هذا المجال. القول الثاني من الأقوال في وجوه إعجاز القرآن، من قال بأن القرآن معجز بألفاظه، فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقولهم: فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته. فقالوا إن القرآن يشتمل على ألفاظ في غاية الفصاحة، فهذا وجه إعجازه. طبعا هذا الكلام صحيح من جهة في أن ألفاظ القرآن يعني في غاية الفصاحة، لكنه ليس القدر المعجز من القرآن فقط. القول الثالث، من ذهب إلى أن الإعجاز في المعاني، وأما الألفاظ فهي مدركة موجودة، ولذلك الناس يستعملون ألفاظ القرآن، وإنما الإعجاز فيما اشتملت عليه هذه الألفاظ من المعاني، فلها فهي معان في غاية السمو، وهذا أيضا قول صحيح، لكن ليس إعجاز القرآن في هذا فقط. القول الرابع، بعضهم قال إن القرآن معجز بنظمه، والنظم هو مجموع الألفاظ المتراكبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ،
النظم يعني مجموع الألفاظ المتراكبة مع المعاني التي دلت عليها هذه الألفاظ وما بينها من الروابط. وصاحب هذه النظرية هو الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز وفي كتابه المغني كذلك، وسبقه أيضا الخطابي رحمه الله تعالى، فقالوا بأن إعجاز القرآن في نظمه، والمقصود بالنظم تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. وهذا القول كما يقول الشيخ صالح الشيخ في شرحه للطحاوية قول جيد، لكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. القول الخامس، قالوا إن إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه من الإخبارات بالأمور الغيبية، سواء الماضية التي لا يعلمها إلا الله أو المستقبلية التي لا يعلمها إلا الله ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بوحي، فالقرآن تضمن هذه الأشياء فهو معجز. وهذا صحيح في القرآن، لكن ليس هذا بوجه إعجاز القرآن الذي يمكن أن يقال بأن القرآن معجز به، لا، لأن هذه الأمور أصلا لا يعرفها إلا الله، فلا يناسب أن يقال للناس أخبروا بأشياء لا يعلمها أحد، وإنما هو من وجوه إعجاز القرآن أو مما يبين إعجاز هذا القرآن. طيب، ما هو القول الصحيح الذي يراه الشيخ صالح الشيخ؟ طبعا قبل أن نذكر قوله، الشيخ مناع القطان ذكر أن الإعجاز ليس في هذا فقط ولا في هذا فقط، وإنما في كل ما سبق، وذلك بقوله: والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى أو يحتمله هذا اللفظ من معنى، فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه، والحرف الواحد منها في موضعه من الإعجاز الذي لا يغني عنه غيره في تماسك الكلمة إلى آخر كلامه، وهو معجز في بيانه ونظمه، وهو معجز في معانيه التي كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية ورسالتها في الوجود، وهو معجز في علومه ومعارفه التي أثبت العلم الحديث كثيرا من حقائقها المغيبة، وهو معجز في تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان وتكوين مجتمع مثالي تسعد الدنيا على يديه. والقرآن أولا وآخرا هو الذي صير العرب رعاة الشاء والغنم ساسة شعوب وقادة أمم، وهذا وحده إعجاز. ثم نقل كلاما عن الخطابي. نختم فنقول: الذي رجحه الشيخ صالح الشيخ وهو قول جيد ولطيف، وهو أن إعجاز القرآن الكريم في كونه، وجه إعجاز القرآن أنه كلام الله، فالقرآن معجز لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فكما أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فصفاته ليس لها مثيل ولا نظير من الصفات، فلما كان كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله فهو كلام الله، فلا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا، وعلمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. يقول الشيخ صالح آل الشيخ: وهذا القول الذي أشار إليه لم يتطرق إليه شارح هذه الرسالة، ثم قال: وهو من أرفع وأعظم الأقوال، بل هو القول الحق في هذه المسألة، أن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يشبه كلام البشر. خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات، ترى أن المخلوقات تتميز فيما بينها، فلما كان كلام الله، طبعا قرر هذا القول فيما يقارب صفحتين، وبين من خلال هذا الكلام أن كل قول يدل على قائله، وأن كلام الإمام أحمد يتميز عن كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن كلام المتقدمين يتميز عن كلام المتأخرين، هذا في البشر أنفسهم، فكيف إذا كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أنه سيتميز عن كلام غيره ممن ليس كمثله. وعلى هذا يقول: إذا تبين ذلك فنقول: إنما نقدره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله عز وجل هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وإن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله عز وجل، وأن الناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أعظم من هذا الكلام، وإلا كلام الله سبحانه وتعالى أعظم من أن نتحمله نحن، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن تحت طاقتنا ويمكن أن نتحمله، فلذلك لا يزال هذا القرآن العظيم من أول الزمان إلى الآن، ولا يزال المفسرون يتكلمون عنه ويستخرجون من عجائبه ويستخرجون من كنوزه التي لا تنفد، والقرآن لا يخلق عن كثرة الرد، وذلك لأنه كلام الله، كلام الله وكفى. إذا تبين ذلك فكلام الطحاوي هذا من أصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن، وهو أنه كلام الله ولا يشبهه كلام غيره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، أسأل الله التوفيق للجميع، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.